اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي، اصدقائي جوه مصر وبره مصر. برحب بكم في عياده بادجي، وبقدم لكم في فيديو النهارده اسعار العصافير بسوق السيده عائشه ليوم الجمعه 10/12/2021. وزي ما كلنا عارفين، في الفتره الاخيره او في الاسابيع اللي فاتت كانت حركه السوق متوقفه، والبيع والشراء كان بطيء جدا، التصدير كان مقفول، والتجار اللي بتصدر ما بتلمش طيور، ودي لأسباب عديدة، ممكن مشاكل في التصدير، ممكن مشاكل في الجو، ممكن مشاكل في الشحن. بغض النظر عن الأسباب، النهاية بتقول أو المعطيات بتقول إن مفيش تصدير في الفترة الأخيرة، وبالتالي العصافير زادت جدا في السوق وأسعارها بتنزل. فلو عندك عصافير احتفظ بيها مؤقتا، هات مطار كبير واحتفظ بيهم، يعني علشان مثلا ممكن أول التصدير ما يشتغل تاني الأسعار هترجع ترتفع. وفي نفس الوقت برضو الناس اللي بتلم حاليا في السوق بتلم بأسعار قليلة، لأن العرض كتير، وفي نفس الوقت مفيش حد بيشتري، فتلاقي مثلا أصحاب المحلات بيشتروا أو بياخدوا حاجات معينة اللي بيعرفوا يبيعوها، وبرضو الناس اللي بتشتري لنفسها الهواه وكده. فالأسعار اللي هنقولها النهاردة عبارة عن أسعار اللي هي ما بين الهواه والمربيين وما بين أصحاب المحلات، ودي طبعا بتكون أسعار يعني لحد ما مقبولة، ولكن السحب بيكون خفيف جدا. ففي بعض الناس بتحاول تفطس الاسعار، وفي طفرات اتاثرت جدا جدا زي البلاك وينج وزي الشكر برصاصي، زي النورمال طبعا سعره قل جدا. فلو عندك عصافير حاول تجيب مطار وتشيلها فيهم لمدة اسبوعين ثلاثة على الشغل ما يرجع تاني، وصدقني الخسارة هتكون بسيطة جدا، ومش يعني مهما اكلتهم هتستفيد منهم برضو في النهاية. بالنسبة لأسعار العصافير النهاردة هنقولها بناء على اللي بيحصل في السوق، وهنبدأ تقريرنا النهاردة بعصافير أو بأسعار عصافير الجمل الزغليل 65-70، والكبير من 75 إلى 80، عين حمراء لاتينو ألبينو 80-85، والكبير ب100، فالو ب120، والكبير ب150، فالو جولدن ب140، والكبير ب170. اما الشكر برصاصي ب350 الى 400، والكبير ب600. اما بالنسبه للبلاك وينج الاخضر، الزغليل ب800 والكبير ب1200، والبلاك وينج الازرق، الزغليل ب1300 والكبير ب1400، عفوا الزغليل ب1300 الى 1400 والكبير ب2000. التركيبات الريمبو 120 والكبير 150 الى 160، الريمبو 400 والكبير 600، الشوش والكرك ب120 والكبير ب160، الفلل ب250 والكبير ب350، فلل لاتينو ب400 والكبير ب600، وكذلك فلل الالبينو ب400 والكبير ب600، اللاسونج الابيض ب450 والكبير ب600 الى 650، واللاسونج الاصفر ب650 والكبير ب900. بالنسبة لتركيبات الفلل ب750 والكبير ب1000، والفلل الريمبو ب1500 والكبير ب2000، وده أقل مستوى. الانصاص الانجليزي ب200 إلى 250 والكبير 350 إلى 400، والإنجليزي ب1500 والكبير ب2000، أقل مستوى. ننتقل للكوكتيل، الزغليل 150 إلى 160 والكبير 225-230، الإيزابيل ب250 والكبير ب280، وكذلك المصبعات ب330 الكبير و350 الكبير، اللاتينو 350 والكبير 400 إلى 430، الوايت فيس الرمادي ب300 إلى 350 والكبير ب400، الإيزابيل الفرنساوي والمصبعات الفرنساوي نفس السعر، 400 للزغليل و500 إلى 550 الكبير. اما بالنسبه للكوكتيل الالبينو ب1000 جنيه للزغليل، والكبير ب1500، الروز الاخضر ب180 الزغليل والكبير ب280، الروز الملون ب200 والكبير ب300، الروز اللاتينو ب300 والكبير ب370. اما بالنسبه للروز الالبينو ب600 والكبير ب1000، وروز بلاين اورانج ب650 والكبير ب1100. اسعار الفشر الاخضر ب200 والكبير ب300، وكذلك السبليت الاخضر نفس السعر 200 والكبير ب300. اما بالنسبه للفشر اللاتينو ب400 والكبير ب600، والفشر الالبينو ب350 الى 400 والكبير ب500، الزبره ب65 والكبير ب80، الجاوة الحبشي ب200 والكبير ب280،
الجاوا الفون ب 350 والكبير ب 550، الجاوا السيلفر ب 250 والكبير ب 350، والجاوا الأبيض ب 200 والكبير ب 350. ننتقل إلى الكناري ب 400 الزغليل والكبير ب 600، أما الحسون ب 300 والكبير ب 400. الجولدن فينش الأخضر أقل مستوى الجوز الشغال منه ب 1500، اليمام الماسي ب 250 والكبير الشغال ب 350، عصفور المينا سعره نزل جدا ب 150 والكبير ب 250. أما بالنسبة للذرة الهندي الزغليل ب 2000 والكبير ب 3500، والذرة الأمريكي ب 7500 والكبير الشغال ب 12000، السان كانيور ب 5000 جوز الزغليل والكبير ب 9000، أما الكاسكو الأفريقي بيبدأ من 9 إلى 15، ده التفريخ المصري. وبكده أكون خلصت معاكم فيديو النهاردة وتقرير النهاردة. لو عندك أي سؤال أو أي استفسار سيبولي في الكومنتات، لو عندك أي سؤال عامة في التقرير أو في تربية طيور الزينة سيبها لي في الكومنتات وأنا برد عليك وبجاوبك، ولو الأمر يستدعي فيديو بسيب لك فيديو أو بعمل فيديو وأنزله على القناة. عندي اقتراح بقى علشان خاطر حركة البيع تستمر، هسيب لك رابط الفيسبوك او صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف بالفيديو هنا، علشان لو عندك اي حاجة عايز تعرضها بتعمل لي فيديو جميل كده وتحط طريقة التواصل سواء كان تليفون او عنوان، وانا بعمل تجميعة بالفيديوهات اللي وصلتني وبنزل فيديو بالحاجة دي وبعرض عليها زي اعلان كده بيننا وبين بعض، بحيث ان احنا نحرك السوق شوية ونشغل السوق شوية. فلو عندك حاجة عايز تبيعها صور فيديو عرضي بحيث ينزل على اليوتيوب بصورة طبيعية، صور فيديو عرضي هادي كده ما فيهوش دوشة وفي نفس الوقت يكون تصوير كويس والإضاءة عالية، وسيب لي تفاصيلك زي مثلا رقم التليفون والعنوان اللي نقدر نتواصل معاك من خلاله لو حد حب يشتري منك العصافير دي، وانا بعمل فيديو ونزله على القناة بعد ما اجمع مثلا مجموعة من الفيديوهات. هسيب لك رابط صفحة الفيسبوك في وصف الفيديو علشان تسيب لي او ترسل لي عليها الفيديو والتفاصيل. اما بالنسبة لتقرير الاسعار فده بننزل بيه اسبوعيا، هتلاقي قائمة التشغيل موجودة بالقناة، بالاضافة كمان لفقرة سؤال وجواب هتستفيد منها جدا واللي بنرد فيها على اسئلتكم، وبنعمل الاسئلة دي او الاجابات دي في فيديو وننزله على القناة عشان الكل يستفيد. اما بالنسبة لسلسلة او اساسيات تربية البادجي، ده كورس مكثف للمبتدئين في مجال تربية طيور الزينة، لو لسه مبتدئ وخبراتك محدودة هتستفيد منه جدا. وكمان عملنا كورس مكثف للمبتدئين، عفوا عملنا دراسة جدوى لو حابب انك تعمل مشروع ربحي، هيكون مهم جدا ليك وهتستفيد منه جدا جدا لو حابب ان انت تشتغل في مجال تربية طيور الزينة كمشروع مشروع تحقق منه ربح ودخل اضافي جنب شغلك. سلسلة امراض الطيور وعلاجها هتلاقيها موجودة برضو عندك في القناة بقائمة تشغيل منفصلة، بالاضافة كمان لعلاج الامراض بالاعشاب والبذور والنباتات الطبيعية بدون تدخل اي مواد كيميائية، كل ده موجود في قوائم تشغيل موجودة بالقناة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، اعمل لايك على الفيديو لو الفيديو عجبك، تفعيل زر الجرس دور يوصلك الفيديوهات اول باول، ولما بتشترك في القناة بتستفيد من فيديوهاتنا اليومية. واشوفكم الفيديو الجاي في عيادة.